انت مخلصي رب، رب خلصنا وبيخلصنا وهيخلصنا. امين. القادر ان هو يخلص الى التمام، الى التمام، الى التمام. زي ما شفنا في واحنا متامل ازاي ان الرب فعلا بيعلن محبته لينا ومن خلال كلمته. والترنيمه بتقول كده، جاي اشهد انك ربي. والحقيقة واحنا بنرنم الصبح ترنيمة بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، كانت نجوى يعني بتقول الترنيمة دي بتاعتي. قلت لها ليه؟ قالت لي لا أنت ما تعرفش. قلت لها لا عايز أعرف، بس عايز أعرف قدام شعب الرب. أمين. فأختنا نجوى هتيجي وهتشهد وهتقول لنا ليه بغني بين الناس. هي ترنيمة خاصة ليها جدا، واكيد لي في حاجة انا ما اعرفهاش الحقيقة. هتقول ايه يعني؟ وكلنا نسمع اختبار الترنيمة دي معاها. تفضل يا نجوى. شكلكم حلو من هنا. في الحقيقة الترنيمة دي بتاعتي فعلا، ليها معايا اختبار خاص في المعجزة اللي حصلت مع جورجي في المستشفى. الترنيمة الوحيدة اللي لقيتها معايا في الشنطة وجت بالصدفة آخر اجتماع أخوات كنت حاضرة في الكنيسة، رنمنا فيه الترنيمة دي. وعادة إيمان يا بتحط الترنيمة على الشاشة يا إما بنرنم من الكتاب. دي الترنيمة الوحيدة اللي طبعتها لكل الناس ووزعتها على كل الناس. لقيت نفسي بطبق الورقة وحطها في الشنطة، وبعد ما حطيتها بقول لها إيمان أنا خدت الورقة. قالت لي أنا مش عايزاها، يعني خدوها. حطيتها في شنطتي ونسيتها خالص. وبعدين ما جورج تعب ورحنا المستشفى، طبعا ما كانش أول مرة أدخل المستشفى، كان دايما لما أروح كان في شنطة معينة باخدها، باخد شنطة كبيرة عشان ألم فيها حاجات كتيرة قوي. لقيتني بشد الشنطة دي من غير ما أفكر، شنطة صغيرة. ورحنا المستشفى يعني اتنقلنا من مستشفى لمستشفى والحالة اتطورت وكانت حاجات صعبة في الأول. بفتح الشنطة بطلع الورق اللي فيها، ببص ورق كتير من المستشفى، لقيت الترنيمة طلعت في إيدي. يعني استغربت قوي لما افتكرتها، يعني أول مرة ألاقي ورقة ترنيمة في شنطتي. يعني أنا مش ما بحطش ورقة كتير ترانيم في الشنط يعني ما. وبعدين لما قريت الترنيمة يعني حسيت إن كل عدد فيها بيتكلم عني. يعني فعلا أنا على وقت المستقيم، وفعلا في المستشفى هو حملني على ركبتي زي الفطيم بالظبط. كانت حالة صعبة في الأول، و كان كل ما اي دكتور يجي يقول لي خبر مش حلو
ألاقيني بسحب الورقة من الشنطة وبرنم الترنيمة وأقول له أنا بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم مهما يقولوا. يعني قالوا لي كلام صعب خالص في الأول، قالوا لي كلام يخوف، كانت الحالة بتسوء، كنت حاسة أن خلاص مش يعني تحس أن أنا هروح وحدي في يوم من الأيام من المستشفى. كنت أطلع الترنيمة وأرنمها وأقول يعني أشوف أي دكتور جاي أقول له هتقول اللي تقوله أنا ليا إله عظيم. وربنا تمجد ومد إيده وعمل المعجزة الكبيرة بعد يمكن حوالي 20 يوم بس من دخول المستشفى. ربنا رتب ليفر وكدني ومن شخص واحد، حتى النرسات اللي في المستشفى كانوا مستغربين يعني يقولوا لي لا ده هو لسه قدامه كتير، هو مصحصح هو فايق. كنت كل ما لف على الأوض ألاقي الناس نايمة، بقول لنزيه دي الناس نايمة، قال لي لا يا ماما دول في كومة، دول مش نايمين، دول مش دارين بالدنيا. وكان النرسات كلامهم معايا بدون إحساس إن جورجي مش هيعمل العملية غير لما يروح في كومة هو كمان، ويعني تبقى الحالة صعبة خالص. وكل ما يخش يقولوا لي ده مصحصح ده فايق he's good. كانوا ساعات يدوني إيحاء في الكلام إن يعني هيظبطوها وحنخرج، يعني مش هيعمل عملية دلوقتي وتحط على دياليسيز والكلام ده كله. فكنت أسمع الكلام أو أقرأ في عينيهم أفهمه من كلامهم يعني، وأقول مش هصدق برضو أنا ليا إله عظيم. وبعد ما ربنا تمجد وجورج عمل العملية بقيت أقول يعني أقول لهم أنا ليا إله عظيم. يعني كانت حاجة، كان وقت صعب، مش هقول لكم إن كان وقت سهل، معرفش عدى إزاي، بس هو شلني فعلا كالفطين رغم إن أنا ما كنتش أستاهل. وبشكر ربنا، بشكر ربنا على الإحسان، وبشكر ربنا إن إحنا في وسطيكم ووصلتني صلواتكم كلكم، وحسيت إن كلكم كنتم معايا في المستشفى، وأنا بشكر ربنا جدا. في ترانيم كتير قوي كلام كنت كتير أكلمه وما حسش بيه، أو يعجبني اللحن وتعجبني الكلمات، بس كلام ترانيم كتير قوي أحس بيه فعلا وألاقي نفسي بقوله لما تختبر الظرف الصعب وتختبر قد إيه ربنا حنين وحنون علينا مهما كانت وحشتنا، مهما كانت بعدنا عنه، مهما كان. ساعات كتير كنت بقى من يعني احنا ساعات كتير بنبان من بره حلوين بس احنا من جوه بنبقى خربانين، بس هو فعلا امين معانا يعني رغم عدم امانتنا معاه. فانا بشكر ربنا، وعشان كده انا بقول الترنيمه دي بتاعتي وهي لسه قاعده في الشنطه لغايه دلوقتي وانا محتفظه بيها رغم انها اتكعبشت والكعبه يعني بقت صعبه خالص الورقه، لاني ساعات كنت بنام وهي في ايدي في المستشفى واصحى الصبح عليها. فعشان كده بقول ان الترنيمه دي بتاعتي ليها اختبار خاص معايا. خليكي معانا هنرنمها مع بعض. جورج لو تيجي معانا كمان تعالى حبيبي. ما نقدرش غير ان احنا نقف قدام الاله العظيم ده ونقول له انت الهنا يا رب، وهغني بين الناس انا ليا اله عظيم. أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنقذ من الهبوط إلى حفرة الجحيم، وجدت أنا فدية بدمي الكريم، أنقذني من الهجوم إلى حفرة الكعبة.
الوحيد وجدت أنا فدية بدمه الكريم. بغني بين الناس أنا ليا العظيم، بغني بين الناس أنا ليا العظيم، أنا ليا العظيم، أنا ليا العظيم. وبغني بين الناس أنا ليا العظيم. سامحني رغم إني عودت المستقيم وما حصدت ذنوبي وماضي الأثيم. سامحني رغم إني عودت المستقيم وما حصدت ذنوبي وماضي الأثيم. بغني بين الناس أنا ليا العظيم، بغني بين الناس أنا ليا العظيم، أنا ليا العظيم، أنا ليا العظيم. وبغني بين الناس أنا ليا العظيم، بيترفع عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم. بيترفع عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم. وبغني بين الناس أنا ليا العظيم، وبغني بين الناس أنا ليا العظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. حول الأغاني تسبيح الصرافين، لكن سامع مني صلوات الترنيم. من حول الأغاني تسبيح الصرافين، لكن سامع مني الصلاة والترنيم. بغني بين الناس أنا ليا العظيم، بغني بين الناس أنا ليا العظيم، أنا ليا العظيم، أنا ليا العظيم. بغني بين الناس أنا ليا العظيم. أخونا جورج بيت يصلي لنا. يا رب يسوع من كل قلوبنا يا رب نشكرك نعظمك لأنك فعلا يا رب رحيم علينا وحنون جدا. يا رب نشكرك من أجل محبتك يا رب العجيبة لنفسنا رغم أننا مصدرة وغير موجود، لكن نشكرك أنك حبيتنا يا رب ونحن في خطايانا. نشكرك أنك أنقذتنا يا رب من السقوط في الحفرة. يا رب نشكرك من أجل محبتك العجيبة إنك بتسير معنا يا رب طول الطريق. نشكرك إنك بتحس يا رب بألمنا وبتحس يا رب بضيقاتنا. يا رب نشكرك إنك بتكون موجود معنا في كل ظروفنا. يا رب نشكرك الآن من أجل التفافنا يا رب من حولك. يا رب بنتمسك بوعدك إن لو اجتمعنا باسمك إنك بتكون في وسطنا. نصلي عليك نصلي إليك يا رب من أجل بركة لبقيت يا رب فرصتنا معك. بارك يا رب بقيت فرص الترانيم وبارك فرصة الكلمة. أعطينا يا رب كلام من عندك تشبعنا يا رب بي ولإسمك يا رب كل مجد وإكرام. آمين آمين آمين.
هنستكمل احبائي معا تاملاتنا في لمحات من رحله الايمان في الكتاب المقدس بحسب ما راها ووضعها في الوحي المقدس في كلمه الله في انفاس الله وضعها لنا بولس الرسول. خلينا نقرا مره اخرى عبرانيين اصحاح 11. عبرانيين اصحاح 11 الذي يكلمنا عن إيماننا بهذا الإله العظيم، هذا الإيمان الذي يجعل ثقتنا في هذا الإله العظيم. نحن نثق في إله عظيم. مرة من المرات تابوت عهد الله تاخذ في أرض فلسطين، ووضعوا تابوت عهد الله في ذات المكان الذي فيه داجون إله الفلسطينيين. صحي تاني يوم لو ايه؟ لو ايه؟ واقع. راحوا قوموا قالوا له ما تزعلش اقف نقومك تاني. صحي تاني يوم لو ايه؟ مكسور الراس والايدين، لانه ما ينفعش حد يبقى مع الاله العظيم. هو لوحده، هو لوحده الإله العظيم، إلهنا اللي احنا بنفتخر به. هنقعد في الأبدية كلها وهي ليس لها نهاية. كلنا بنشهد قدامه عنه، وكلنا بنشوفه في مجده، وكلنا بنتكلم مع بعض عن مجده، وبنقدم بقصاراتنا ترنيمة لي ونقول له ما أعظم اسمك، ما أعظم اسمك، ليس مثلك يا رب فين؟ في كل الأرض. رب دينا نعمة أن احنا نعيش حياة الإيمان بهذا الإله العظيم الذي يقدر، الذي يفعل أكثر كثيرا جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب غناه في المجد، الذي ليس لا يوجد من يمنع يده، مين يقدر يمنع يده؟ لا يوجد من يقول له ماذا تفعل. هو يفعل كما يشاء في جند السماء و سكان الأرض. ما أعظم هذا الإله، وما أعظم افتخارنا بهذا الإله، وما أعظم أن يكون على قلبنا كمال الافتخار والاعتزاز، الاعتزاز بإلهنا العظيم. داود قال لي جليات أنت بتعير رب الجنود، مين أنت عشان تعير رب الجنود؟ ده إلهي، ده إلهي، إلهنا عظيم. امين. مش في اجمد من كده شويه؟ امين. ماشي هفوتها بس المره الجايه تبقى اجمد. عبرانيين 11. واما الايمان فهو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى، فانه في هذا شهد للقدماء. بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. وأبتدي نقرأ من عدد 8 لأن احنا استفدنا في الأجزاء اللي فاتت. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. لذلك ولد أيضا من واحد، وذلك من ممات مثل نجوم السماء. في الكسرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أي أفضل أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه
أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل. إذ حسب الله قادر على الإقامة من الأموات، أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. آمين آمين. يا رب كم نشكرك لأجل وجودك في وسطنا. نشكرك يا رب لأنك أنت إله عظيم. كم نشكرك يا رب لأن نحن لا نتبع خرافات مصنعة كما يفعل الكثيرين، لكننا نتبعك أنت، أنت وليس سواك. أنت رب من تظهر كل يوم مجدك وقوتك وعظمتك. أنت رب من أعلنت وتعلن وستعلن في كل يوم أنك أنت الإله العظيم، الإله المحب، الإله القادر على كل شيء. ليس فقط أنت إلها عظيما، لكن أنت راعيا صالحا، أنت أبا حنونا، أنت رفيقا رائعا في المسير. يا رب أنت أهيا الذي أهيا، أنت كل شيء لنا. ننتظرك في هذا المساء يا رب، تكلم إلينا يا رب، تكلم إلينا بكلمات تشجع قلوبنا، تثبت قلوبنا. يا رب أنت عارف أن احنا ماشيين في البرية وإبليس فاتح النار علينا، فتحها من كل حتة، لكن احنا عارفين ان احنا مسنودين ومتثبتين ولينا ارجل ثابتة لانك معانا. يا رب تغاضى عن ضعف وعجز وعدم امانة من يتكلم، متكلما انت الينا في الروح القدس، ولك حمد القلب. امين امين. الحقيقة ابتدينا نتكلم النهاردة الصبح عن الايمان، وشفنا مع تعريف الايمان وشفنا لمحات من الأصحاح 11 لرسالة العبرانيين. بنشوف فيه بولس بيحط لنا، إذا كان هو كاتب رسالة العبرانيين، لمحات متعددة على مدار تاريخ رجال الله وأتقياء الله من الإيمان. وعايز أقول حاجة أحبائي، الإيمان هو العملة الوحيدة، العملة الوحيدة اللي الله بيتعامل بيها، والحاجة الوحيدة اللي ترضي الله أن تحيا معه بالإيمان، والحاجة الوحيدة اللي تفرح قلب الله عندما تأتي إليه أن تكون واثقا فيه جدا، ولا يوجد عندك شك واحد لا في قدرته ولا في محبته. ولما تتعب قوي قوي وتتحط في المحنة والتجربة ولا في صلاحه. لكن أيضا الإيمان ليس العملة الوحيدة التي تفرح قلب الله، لكن أيضا الإيمان العملة الوحيدة اللي تفرح قلبك. جرب انت كده تعيش بالعيان، هتلاقي نفسك انت مش فرحان. ليه؟ لانه العيان محدود، العيان ظروفه صعبة، العيان واللي بتشوفه العين ماذا ترى العين؟
ماذا يمكن أن ترى عندما ترى أحوالا وترى ظروفا وترى أمور أنت تمر فيها وتيجي توزنها بالعيان وتوزنها بإيديك وتوزنها بعينيك وتوزنها بأفكارك وتوزنها باقتناعاتك، تلاقي أنها تجيبها كده يا بايظ مش ماشي. فالعيان يا أحبائي لا يصلح لله أن يفرح به من تجاهنا ولا يصلح لحياتنا. إحنا لو هنعيش بالعيان هنعيش مهزومين، لأن الإيمان العيان يجعلنا نعيش حياتنا بدون قوة الله، بدون إمكانيات الله، بدون فاعلية الله، بدون روح الله بقوته، وبالتالي هنعيش مهزومين، هنعيش ما عندناش حلول. كم مرة أحبائي أسمع عن أخبار أو ظروف أو أمور بتمر بشعب الله وبكنيسته وبأتقيائه وبأولاده وفكر للحظات وبعدين أكلم ربنا في سري وأقول له طب وهي دي حلها إيه؟ تتحل إزاي؟ حلها لي الناس دي اللي بتمر بالأمر ده أو بالظروف دي تعديها إزاي؟ تستحمل اللي حاصل ده إزاي؟ تمر بوادي ظل المدة إزاي؟ ليه؟ لأني بسأل بحسب رؤيتي، بحسب عياني، بحسب معرفتي بظروف الأخبار والأحداث اللي بتحصل واحتمال الناس وظروفهم، أقول له تعدي إزاي وتمشي إزاي؟ لأني مصمم أن أحسبها بالعين. فالله يقول لي لا، ما لكش دعوة بالحكاية دي، دي بتاعتي أنا. دخل الإيمان فتدخل كل مال الله من إمكانيات وقوة في حياتك، فالله يفرح وانت ايه؟ تطمن وتهت. فالله يبقى راضي وشبعان بقلب متكل عليه وماسك فيه، وانت تبقى مسنود بقوة إلهية غير محدودة. عشان كده احبائي الايمان بقدر ما هو عملة الله يفرح بها، بقدر ما هي عملة ما نعرفش نعيش من غيرها. صدقوني ما ينفع الا لو عندنا ثقة في إله. تأملنا في إيمان هابيل، وكان الرسول يقصد أن يعلن لنا الإيمان بإيه؟ بالإيه؟ بالذبيحة. وما ينفعش الواحد يقعد مش متغطي، الواحد لازم يتغطى. واتفقنا أنه في إيمان هابيل كان في أشواق في قلبه لغطاء الذبيحة. تكلمنا أيضا عن إيمان أخنوخ، وتكلمنا عن إيمان مين تاني؟ نوح. وشفنا في أخنوخ النهاية كما رأينا في هابيل البداية، إيمان الرجاء والأبدية. ثم تكلمنا عن نوح وشفنا إيمان الخلاص، الخلاص الإلهي. النهاردة هندخل في واحد يعني عايزين وإحنا ندخله كده نبقى إيه مستعدين إن الله يكلمنا، لأن الراجل ده سموه إيه؟ سموه أبو المؤمنين، الكبير بتاعه. مش الكبير قوي، الكبير قوي مين؟ رئيس الإيمان. خلينا نبقى عارفين احنا فين. فاحنا بنتكلم عن ابو المؤمنين. ابو المؤمنين الله هيعلمنا من حياته كتير، عشان كده لانه هو ابو المؤمنين فالكتاب بيعرض لنا عن ايمانه مش زي هابيل فكره الذبيحه فقط، ولا زي يونان، ولا زي اخنوخ، لكن بيورينا حياه الايمان كيف تكون عايش في الايمان من اول لاخر. ازاي الايمان يبقى طابع حياه، يبقى بيميز كل خطوة من خطوات الحياة. أبونا إبراهيم بحسب ما ذكر عنه في الكتاب في العهد القديم وبحسب ما ورد في عبرانيين 11، كما لو كان الوحي عايز يقول لنا عايزكم نفسي أشوفكم كلكم كده عايشين حياة الإيمان، الإيمان كله كيحيى يغطي كل الحياة. يقول في البداية وهيتكلم عن إبراهيم، والحقيقة في ثلاث إشارات أساسية لإبراهيم. إبراهيم واخد جزء كبير من عبرانيين 11. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ودي أول جزئية تتذكر عن إيمان إبراهيم، أنه خرج من الأرض التي كان يسكنها فيما بين النهرين في حران إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا. والسؤال اللي بنسأله عشان نفهم بمفهوم الإيمان زي ما تعلمناه الصبح، أنت إيه أشواقك إبراهيم؟ أنت قاعد في حران، عيلة كبيرة، أب وإخوات وزوجة وفي استقرار،
والأمور مستقرة بالنسبة لك ماليا ومستقرة اجتماعيا، أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ إيه أشواق قلبك يا إبراهيم؟ ما أنت مبسوط، في حاجة نفسك فيها؟ لأنه الإيمان يبدأ برجاء مقدس، برغبة مقدسة. إبراهيم يقول لنا الحقيقة، عايز أقول لكم على حاجة، أنا عايش في المكان ده بس بالصبح وبالليل مش عارف أمجد الله، بالصبح وبالليل شايف حواليا كل الناس لا تقدم إكراما لله، بالصبح والليل شايف الناس حواليا لا تكرم الله، لا تعبد الله، أنا مش قادر ألاقي شركة ولا تمتع ولا تلذذ في هذا الجو، إمتى يجي وقت وأقدر أخرج وأبقى في مكان تاني أنفصل عن هذا وأترك هذا؟ نفسك في كده يا إبراهيم؟ نفسك في كده؟ آه نفسي. في ناس عندها أشواق مقدسة لحياة التقديس، لحياة التكريس، لحياة الخروج، لحياة الانفصال، لنخرج إليه خارج المحلة حاملين. في ناس نفسها في الحكاية دي، في ناس ما تنبسطش لما تكون عايشة، مش قصدي عايش جسديا، لكن عايش ومتحوط بأفكار العالم وبمحبة العالم وبالناس اللي نفسه ينفصل، نفسه يعلن انفصال، نفسه يعلن تمجيد لله لوحده. فأنا نفسي في الحكاية دي. طيب خلاص، أي شهوة مقدسة اتفقنا بالإيمان إيه؟ تتحقق، والله يفرح بكده. عارفين عايزين تعرفوها قارنوها بمين؟ لوط. طب ما لوط عاش في نفس الجو، سمعنا أنه هو قال أخرج؟ لا، ما قالش أخرج، مع أنه لوط بار وعايش في وسط سدوم وعمورة أكثر شرا من ما بين النهرين، لكن لأنه لوط بار وعايش في وسط هذا الجو وتعود عليه، ما بقاش عنده نية ولا طلب ولا رغبة ولا أشواق أن أنا أخرج، أنا نفسي أخرج، شهوة مقدسة. عشان كده نشوف لوط بعد ما كان عند الباب، كان جالسا في الباب وبعدين أصبح من رجال المدينة في سدوم وعمورة، ما فيش رغبة في الخروج، ما فيش رغبة في الانعزال. لكن لأنه إبراهيم يريد أن يحيا حياة مقدسة، يا ترى احنا إيه موقفنا من الموضوع ده؟ هل عندنا رغبة مقدسة أن نخرج؟ نخرج ليس لنترك العالم، لأن احنا عايشين في العالم، لكن إزاي نخرج من كل ما يشبه أفكار العالم، ما يشبه نفس طريقة تفكيرهم، نفس طريقة تصرفاتهم، نفسنا نخرج، نخرج من حاران. لو الله رأى هذه الرغبة المقدسة في قلوبنا هيعمل إيه؟ خلاص، لك الثقة أن تخرج وهخرجك وهمشي قدامك. طب هروح فين؟ مش مهم. هتوديني فين يا رب؟ مش مهم. طب أعرف هروح فين؟ مش مهم، لكن أنا هخرج وأنا لا أعلم إلى المكان الذي أنا أخرج إليه، لأني أثق تماما أنك بس هتخرجني من الحتة اللي أنا فيها. عايز أقول أحبائي، يمكن لو قريت الكلام ده في سفر العبرانيين، رسالة العبرانيين، أو قريته في العهد القديم، تبان الأمور مش واضحة قوي لحد ما تقرأ في أعمال 7 لما بيتكلم على لسان استفانوس. في أعمال 7 بيتكلم على لسان استفانوس، عايز يقول لنا خرج ليه؟ خرج ليه؟ إيه اللي خلاه يشتاق إنه يخرج؟ إيه الصورة اللي خليته يفكر إن اللي حوالينا مش حلو؟ أنا عايز أخرج من الجو ده. يقول في عبرانيين 7 على لسان استفانوس: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو ما بين النهرين. في مجد ظهر، في إله مجد ظهر، في صورة مجد تتشاف، تتحب، تتعلق فيها، تقول له مش هسيبك، همشي وراك، لأنه هذا المجد أعظم بكثير جدا مما هو في العالم. وبناء عليه خرج بإيمان أنه سيذهب إلى المكان الذي يفرح فيه ويفرح في إلهه. أحبائي، إن أحد علامات الإيمان في حياة الإيمان أن تطيع، وأحد علامات الإيمان في حياة إبراهيم أن أطاع خروجا، ولا يمكن أن تخرج إلا لو رغبت أنك تخرج، ولا يمكن أن تخرج إلا إذا ابتدت جواك شهوة الخروج، شهوة الانعزال، ولا يمكن أن تأتي هذه الشهوة، شهوة الخروج، إلا لو شفت إله المجد. ده اللي بيخلي الواحد يفك
من ارتباطاته، يفك من الحاجات اللي متعلق فيها. ده اللي بيخلي الواحد يسيب الحاجات اللي نفسه فيها، اللي بيحبها، اللي ما بتكرمش الله في حياته، الأمور الغريبة، الأمور اللي الله مش راضي بيها، كل ده يفك 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 بجاذبية إيه؟ إله المجد. إله المجد له جاذبية ليست لها حدود، اجذبني وراءك فأجري. جاذبية عجيبة تخلي القلب أوه ده ما ينفعش أسيبه، ده ما ينفعش غير أبقى معاه. الإيمان أحبائي الذي يجعلنا نخرج ونطيع ذهابا وراء إله المجد. يبقى أنه في حياة إبراهيم فيه حاجة لحد دلوقتي كل ما أراها أحاول أفهمها ما أقدرش أفهمها. ماذا كان وعد الله لإبراهيم؟ كان وعد الله والوعد الإيه؟ الأرض. ولما وصل هناك كان الله كل يوم يقول له تعالى إبراهيم قم أخرج امشي في الأرض طولها وعرضها، صح؟ هذه أعطيها تكون لك ولنسلك من بعدك. والله التزم معاه في وعده. يعني إيه؟ يعني على قد ما الله وعده على قد ما نفذ الوعد. صح يتأخر في موضوع إسحاق لكن في الآخر نفذ الوعد بتاعه. وأبو الوعد الأرضي هو إبراهيم. الله مع الشعب الأرضي أعطى وعده لأول واحد هو إبراهيم. الغريب قوي في الموضوع ده إنه رغم إنه هو ده الوعد الأرضي اللي اداه الله لإبراهيم إلا إن إبراهيم ولا كأن الوعد ده فارق معاه. لأن الله لما يديك أرض تعمل فيها إيه؟ تسكنها، تقوم فيها، تبنيها، تصنع فيها مدنا عظيمة، وتعمر وتعد. لكن الغريب إنه صاحب الوعد الأرضي، صاحب الوعد الأرضي اللي هو إبراهيم، إلا الله اداله هذا الوعد ونفذ معاه الوعود كلها، يتقال عنه في شهادة بولس في الأصحاح 11 من عبرانيين: تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد. يعني الله يقول له الأرض أهي، هو يقول له إيه؟ أنا مش عايز. في كلام اسمه كده؟ لما أنت خارج عشان الوعد ده، لما أنت خارج على رجاء إن الله يديك وعد. ولو تلاحظوا اللي يقرأ العهد القديم يقرأ سفر التكوين، كل ما الله يقول له الحكاية دي بعدها على طول يقول فقام إبراهيم وارتحل بخيامه إلى كذا. هي حاجة بتشوكك؟ كل الله ما يقول لك الأرض هي بتاعتك تقوم واخد الخيمة وشايل واخد المسبح وشايل وباني في حتة تانية. إيه الحكاية يا إبراهيم؟ إيه الموضوع؟ إيه اللي مخليك مش فرحان ولا عايش ببركات الوعد الأرضي؟ إيه اللي مخليك مصمم إنك أنت كل ما الله يقول لك على الأرض كأنك ما سمعتش وإنت نفسك ما تعيش فيها وتلزم على إسحاق يعيش نفس الحياة وعلى يعقوب يعيش نفس الحياة والكل يبقى الطابع خيمة ومسبح، خيمة ومسبح، خيمة ومسبح. والخيمة رمز للغربة والرمز رمز للسجود عشان يتقال عنه كده هو العابر الايه؟ الساكت اللي مش عاوي يقعد في حتة. ايه الحكاية يا إبراهيم؟ عايزين نعرف الإيمان وصلك لفين؟ ليه؟ لأن في ناس الله مستعد يوصلها بالإيمان لحدود كبيرة. الله وصل إبراهيم بالإيمان لحدود الأرض وخرج وده كان رائع من إبراهيم. لكن لأنه إبراهيم عنده استعداد أكتر فالله سحب بالإيمان معاه سحبة بقى كبيرة قوية. إيه السحبة الكبيرة دي؟ قال لك يا إبراهيم بدل ما هخليك تشوف الأرض بتاعتك اللي أنت عايش فيها شمالا وجنوبا كل الأرض دي أنا هدي لك حاجة اسمها عين تبص أبعد قوي وشوف أنت عايز تعمل إيه. العين دي هتخليك تبص مش للأرض دي لكن العين دي هتبقى طويل النظر فتشوف إيه؟ فتشوف حاجة أنت مش موجودة دلوقتي. ما هو ده الإيمان. تشوف حاجة مش موجودة خالص دلوقتي اسمها المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. وكلكم تعرفوا في الهندسة إن الأساسات جزء متشاف ولا مستخبي؟ زمان كانوا عشان يشوفوا هيعلوا دور ولا اتنين على العمارة دي يعملوا ايه؟ حاجة اسمها الجسة حسب ما كنت افهم يعني. فيحفروا كده جنب الاساسات ويتفرجوا عليها ويشوفوا تستحمل ولا لا. فالاساسات دي حاجة ايه؟
حاجة مستخبية. لكن عينين إبراهيم الإيمانية خليته يشوف مش بس المدينة، لكن يشوف كمان الإيه؟ الأساسات بتاعة المدينة، ويبتدي بقى يعمل الحركة دي، يبص على أساسات المدينة ويرجع يبص على الأرض، يبص على أساسات المدينة ويرجع يبص على الأرض، يستخدم العين القصيرة بعدين يستخدم العين الطويلة، ففي الآخر يقرر يقول إيه؟ هي خيمة ومفيش بعدها، هي غربة ومفيش غيرها، لأن اللي جاي الذي له الأساسات هو أعظم بكتير جدا جدا مما أتخيل. ويصمم إبراهيم على حالة الغربة، وما يشتريش غير القبر اللي يدفن فيه إيه؟ سارة. يقول الحتة دي أنا عايزها، ومصمم يدفع فلوسها ليه؟ لأن الحتة دي اللي هزق منها سارة على فين؟ على المدينة التي لها الأساسات. أحبائي، إن ما يميز طابع حياة الإيمان، إحنا قلنا إبراهيم حياة الإيمان هو طابع الغربة، والحاجة الوحيدة اللي تخلي المؤمنين واثقين في غربتهم وما يمدوش جذورهم لتحت هي العينين طويلة المدى. والعينين طويلة المدى دي تقدر تشوف أكثر مما لا تتصور. تستطيع بهذه العينين، عينين الإيمان، أن ترى المدينة، وأن ترى مجد المدينة، وأن ترى روعة المدينة، وأن ترى أساسات المدينة. هو مين أساسات المدينة غير هو؟ ومين المدينة غير هو؟ ومين مجد المدينة غير هو؟ ومين روعة المدينة غير هو؟ ومين أعظم في المدينة غير هو؟ ومين كل حاجة غير هو؟ شوف هذا وتلاقي نفسك إيه؟ أريد أن هؤلاء الذين يستعملون العالم كأنهم، يعني إيه؟ الذين يتزوجون كأنهم لا يتزوجون، الذين يأكلون ويشربون ويشترون كأنهم لا يفعلون. الكلام ده إزاي يحصل؟ إزاي يحصل؟ إزاي بقى بعمل ده كله وكأني مش بعمله؟ إزاي أصلي أنا؟ فاكرين الحيوانات اللي كان مسموح لها بالأكل، الحيوانات الطاهرة في العهد القديم كان ليها حاجة اسمها قراع. القراع ده زي مفصل عند الرجل من تحت يخلي الحيوان إيه؟ يلمس الأرض وما يبطش عليه، لكن يلمس الأرض وإيه؟ وينط لفوق وينط لفوق، يقفز يقفز. ليه؟ لأنه مش متعلق بتحت. الحياة الإيمانية أحبائي حياة الإيه؟ حياة الغربة. وعلى فكرة العمل كده مش مين؟ لحضرتك ولا حضرتي، ده واحد كان عنده غنى ولا لأ؟ ده كان غني جدا. مفيش مرة من المرات فكر إن الغنى ده بتاع يستعمله عشان يبني بقى يعني كده فيلا 4 أدوار ويحط بقى الحاجات العظيمة اللي بيشوفها حواليه في أرض وقتها كانت ابتدت الحضارة تبتدي. لا، مش واحد فقير، مش واحد فقير، وكان عنده فرص انه يزيد غناه. مرة من المرات جاله فرصة انه غناه مش بس يبقى اغنى واحد في المنطقة، لكن تقريبا ياخد 80% من اللي يملكه العالم. فاكرين المرة دي؟ هو العالم كان فيه كام ملك ساعتها؟ 5 ملوك ضد 4 ملوك، والاثنين خبطوا في بعض، وبعدين جه هو خلص عليهم هما الاثنين وسحب الغنيمة كلها بتاعت 4 و5 واخدها. وبارع ملك سدوم قال له ايه؟ خلي كل المقتنيات ليك واديني ايه؟ النفوس. في فرصة اكتر من كده؟ في اغراء اكتر من كده؟ في شهوة اكتر من كده؟ هتاخد كل الثروة دي يا ابراهيم؟ والايه؟ والبحر يحب الايه؟ يحب الايه؟ زيادة. وليه لأ؟ وليه ما تاخدش؟ وليه ما تاخدش 4 ملوك و5 ملوك وانت تعبت مع الغلمان بتاعك وتزود وتزود وتزود؟ ليه؟ ولأنه بارع ملك سدوم رمز الإبليس بيحاول يحط لإلهنا لأبونا إبراهيم اللي رب اداله بالإيمان حياة الغربة، بيحاول يشد عينيه. انت بتبص هناك ليه؟ بص هنا معايا، انت ايه اللي عامل؟ ايه اللي شارر عينيك ناحية الأساسات دي؟ تعالى تعالى بس بص، شايف الغنيمة دي؟ شايف ال9 ملوك دول اضربهم في كام ذهب وكام فضة وكام أغنام؟ خد. عشان كده رجل الغربة الأول هو أحق واحد أن لا يكون رجل الغربة الأول، لأنه كان يمكن يبقى أغنى واحد في العالم في هذا الوقت. إيه رأيك تاخد منهم قد إيه؟ 30%، 50%، 70%؟ طب خد، لو خدت حتى 10% هتبقى أغنى واحد. لا أخذنا لإيه؟ فاكرين الآية؟ لا خيطا ولا شراكة نعل، لألا تقول إني قد إيه؟
هو انت مش عايز تتغني يا ابراهيم؟ لا، اصل انتوا مش عارفين عينيا فين، انتوا مش عارفين عينيا فين. ده انا عينيا في غنى لا يستقصى. يجي ايه ده؟ يجي ايه ده قدام الغنى اللي انا شايفه؟ يجي ايه ده قدام اللي عينيا شايفاه؟ يجي ايه غير اللي الايمان وصلهوني فارى امور لا يمكن ان تدرك. بولس طلع حته صغيره، سكت، ما اتكلمش. هيتكلم يقول ايه؟ مش عارف يتكلم. امور لا يسوغ لانسان ان ينطق بها. حاجات ما هنتكلم فيها ازاي دي؟ هندركها ازاي؟ لا اخذنا لا خيطا ولا شراكا. عشان كده احبائي، حياه الايمان حياه غربه، وحياه الغربه مبنيه على رؤيه المجد، على العينين طويله النظر، على العينين اللي تشوف اللي ما يتشافش، اللي تخترق للاساسات. كان الاولى بابراهيم ابونا ان يضع كل هذه الامور ويقول لو احنا يعني منه، انا عن نفسي لو منه، طب ما ربنا وعدني بالارض، هو وعد الله ليا مش ارضي؟ مش الله اداني الارض؟ ناخد الارض على الفلوس، على الارض على الفلوس، ونكوش وايه، ونكوش ونقعد. وفي ناس ربنا بيديها خير والخير يلهيها وياخدها ويشغلها، وعايش الصبح وبالليل في الخير ده، عايش ازاي يعيش فيه وازاي يرتب له وازاي يتشغل بيه. فالخير اللي ادهوله ربنا اتقلب لشر، لانه بعته عن اهم حاجه، بعده عن الخير الحقيقي. لكن ابونا ابراهيم في حياه الايمان كان غير كده. الرب يدينا العينين اللي تشوف المدينه التي لها الاساسات. لما تشوفها مش هتحتاج حد ينصحك ولا تيجي حد يوعظك ولا حد يزقك، كل ده حلو حلو حلو. لكن لما هتشوفها هتلاقي نفسك مشدود وثقيل، لا خفيف الحمل خالص، خفيف الحمل، بتنط بتنط بتنط، بتستعمل هذا العالم كأنه لا يستعمله. إيمان عظيم ولا لأ؟ عظيم، إيمان عظيم. وبما إنه عظيم يحصل له إيه؟ نسقف له، صح؟ طبعا ربنا أكيد بيسقف له، بل لأنه عظيم أيضا يمتحن. لأن العظيم ما بيبانش العظيم لما إيه؟ لما يمتحن. عشان كده لما بنسمع عن اختبارات لرجال الله ولولاد الله في كل مكان، بيبقى الله ناوي يعمل إيه؟ شايف إيمان عظيم وعايزه يتعلن، فبيعمل له إيه؟ امتحان. أنت طالب شاطر وبتذاكر وعارف كل المعلومات، وواحد تاني غير شاطر، هعرف الفرق ما بينكوا إزاي؟ امتحن ده، ده يجيب 100% وده يجيب 60%، فتنزل النتيجة، فنعرف ان الاول على الدفعة هو ابو 100%. فلانه ايمان عظيم يقوم يحصل له ايه؟ امتحان. فامتحن الله ايه؟ ابراهيم. وده اللي بيزعل الناس من ربنا. مش تلاحظ دايما الناس يقول لك هو يعني الناس اللي بتاعت ربنا دي هو مستقصدها؟ مش بنسمع الكلام ده؟ بلاش بتسمعوا، انا بقول الكلام ده احيانا، يعني رب الناس اللي يعني عايشة معاك دي، يقول لك دايما مش عارف المصيبة ما تجيش غير الكويس. مش بيقولوا كده؟ أتريها مش مصيبة، أتريها امتحان إيمان. بلغة الكتاب امتحان إيمان. أتاري في إيمان الناس مش سامع عنه، والله ما يعني ما يهونش عليه الإيمان، ما تسمعش عنه، عايز يعلن إيماننا للإيه؟ للعالم، صح؟ فيقوم يعمل إيه؟ يمتحن. عشان كده حبيبي لما تمتحن افرح. ليه؟ لأن الشهادة جاية والبركة جاية وإعلان إيمانك وثقتك واتكالك على الله جاي، ولما يجي الناس كلها هتشوف وهتفرح بيه. فامتحن الله إبراهيم. ولما يجي الله يمتحن واحد زي إبراهيم لازم يحط له سؤال إيه؟ في مستوى الطالب، صح؟ مش في مستوى الطالب المتوسط، في مستوى إبراهيم. فيجي امتحان ما حصلش لا قبل ولا بعده، امتحان ما حصلش خالص. ليه؟ لانه الله يطلب منه انه ياخد منه اللي ادهوله. يا سلام، الله يطلب منه اللي ياخد منه اللي ادهوله، واللي ادهوله بعد ايه؟ بعد يعني ما غلبه، طول عليه قوي، وادهوله على اخر لحظه ويقول له هاتهولي.
بتصعب عليا المرأة الشونامية كانتش عندها عيال ومبسوطة ويقولها عايزة حاجة يقول أنا ساكنة في وسط شعبي أنا مش عايزة حاجة يوم ربنا يعمل إيه يدهولها وبعدين إيه ياخد أقلها لما هي قالت لك مش عايزة تدولها وبعدين تاخده منها ليه طب كده عشان كده راحت لقاليش عايت له مش انا قلت لك ما تضحكش عليا وتقول لي ما انا كنت مبسوطه وخلاص جدتوني وعلقتني بيه ومعين خدته مني اتاري هو برضو امتحان يديله وياخد منه يقول له هاخد منك قدم ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق محرقه لي على جبل موريا امتحان صعب ولأكد لكم أحبائي أنه كان صعب أنه الكتاب يقول أنه إبراهيم اجتاز هذا الامتحان وهو مجرب بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو إيه؟ وهو مجرب عارفين يعني إيه مجرب؟ الله بيفتح بيدي أبواب كده لإبليس يقول له ماشي سلك امشي فيها وإبليس شاطر يعني أول بس ما تدي له الإشارة الله يسمح له بالإشارة ويعمل إيه؟ يدخل زي ما عمل مع ايوب قال له طب ادخل لحد هنا بس ما تمسوش قام دخل قوي اربع اخبار طخ 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 خلص اللي عنده ليه اصل ربنا قال له ما تلمسوش قال له انت قلت لي ما المسوش كل اللي حواليها ضيعه فمجرب معناها ان الله سامح ان الدنيا تغفلق خالص من كل حته على ابراهيم فالامتحان صعب وفي نفس الوقت هو داخل وهو مجرب الله فاتح الخط للاخر على ابراهيم فاتحها خالص نجح إبراهيم نجح ليه؟ لأنه واثق في إلهه والحقيقة لو تسأل إبراهيم إزاي قدمت إبراهيم إسحاق إزاي ما قلتش لسارة وإزاي خرجت وما قلتش لإسحاق نفسه وإزاي طلعت حتى وما قلتش للغلامين مفيش إجابة كتيرة غير الكلمة السحرية بالإيمان الثقة بما يرجى نفسك في ايه نفسي اسحاق ما يروحش مني خالص اسحاق هو كل حاجه نفسي اسحاق ما يروحش مني طب وايه الحل عندك ثقه ايوه عندي ثقه ان الله هيرجعه لي اذ حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات يعني هو كان ناوي يمشي في السكه للاخر ولا لا كان ناوي يمشي في السكه للاخر ويقدمه وبعدين الله يقول له ايه انا اديتهولك مره هديهولك مره تاني فيقوم الله مقومه ويعمل ايه ويديهوله تاني هذه الثقه كانت عند ابراهيم انه ايه انه الله هيسمح للاخر وبعدين الله قادر على الاقامه من الاموات فانا عندي ثقه ويقين ان الله هيعمل كده السؤال جات لك الثقه منين شفت قبل كده الله عمل كده في حد يفتكر حاجة قبل عبرانيين قبل تكوين 14 15 حاجة حصلت كده؟ حصل جات لك الثقة منين؟ ازاي الله اداك الثقة دي اللي تخليك داخل الامتحان بهذه القوة مجرب والله ادى وبياخد وبتقدم والوحدك وصارة مش عارفة واسحق نفسه مش عارف القوة دي جات لك منين؟ اذ حسب بكل ثقة ان الله قادر على الإقامة من الأموات هو الله قوم قبل كده من الأموات؟ إيه رأيكم؟ قوم إسحاق نفسه قبل كده وإسحاق ده جاي منين؟ يعني هو كان جالي منين؟ جالي وأنا عندي 40 سنة؟ ما جالي وأنا 100 سنة بعد ما ماتية مستودع صار يعني أنا واخده أصلا من الموت يبقى إيه المشكلة؟ ما عملها قبل كده هو أصلا ده جاي لي منين؟ وده اللي ادى ايمان تثبيت لابراهيم ايوه يعملها تاني وتالت وعاشر عشان كده في روعه الوحي في عبرانيين يذكر ابراهيم في خروجه بالطاعه اللي اتكلمنا عنها ويذكر ابراهيم في الغربه طب ما تكمل ابراهيم في الامتحان لاحظتوا لما قال لا راح حشر لنا ساره لو ايه جاب ساره دلوقتي ايه جاب الكلام على ساره وبعدين يجي ابراهيم تاني خليكم معايا في عبرانيين 9 بيتكلم على خروجه وطاعته تكلمنا عنها في عبرانيين 8 في عبرانيين 9 يتكلم على تغربه في أرض الموعد تمام وبعدين قبل ما يكلمنا على امتحان يقوم دخل لنا في السكة سارة أخذت قدرة على إنشاء نسل عشان يفكرنا
انه هو بيتكلم عن ساره انه حسبت الذي وعد صادقا ولد ايضا واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكسره والرمل العزيز ارض البحر. وكما لو كان الله ادى الاختبار ده يكون علامه في حياه ابراهيم. عارفين ايه؟ ابراهيم وهو ماشي كل يوم في حياته شايل الاختبار ده في حياته قوي. انا كنت 100 وساره كانت 90 وكنا ميتين ميتين، والله ادانا الحياه من الموت. فاختبار الحياه ده ماشي معاه في حياته، اداله نصره امتحان الايمان. ولما الله يديك اختبار شيله، هينفعك. لما الله يعلمك درس شيلها، هتنفعك في وقت تاني لما جه قال له هموت وهحيي، قال له صدقك ما انت عملتها قبل كده. إذ حسب أن الذي وعد قادرا على الإقامة من الأموات أيضا الذين منه أخذهم أيضا في مثال. ربنا يدينا نعمة أحبائي. ليه؟ مش عايز أقول نفرح بالامتحان، لأن الواحد أحيانا بيبقى إيمانه ضعيف وبيجي الامتحان كده وهو بيحاول يجري كده. أتكلم عن ضعف جبلتنا، يجي الامتحان والواحد يبقى عايز بلاش الامتحان ده. لكن الله يدينا نعمة لما يتحط الامتحان نكتاس فيه بخبرات صادقة عن كل ما صنعوا معنا منذ القديم، وعن كل ما يؤكد أنه يبقى إلى الأبد لا يتغير أمسا واليوم وإلى الأبد. اسأل نفسك يا رب أنت عملت معايا قبل كده كده، النهاردة هتسيبني ليه؟ مرة كنت بسأل ربنا السؤال ده، ليه يا رب إيديك تقيلة دلوقتي؟ قال لي طب ما أنا كانت إيدي تقيلة قبل كده، كنت بحبك ولا لا؟ كنت بتحبني يا رب. أنا سأفعل ما فعلته في الماضي معك في الحاضر ومعك في المستقبل. إله أمانة لا جور فيه البتة، يبقى كما هو لا يتغير، لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. الله الذي يعطي الحياة من الموت. يعجبني في حياة إسحاق أنها ترمز لحياة المسيح وقيامة المسيح. لعازر لما قام لإيه؟ قام لنفسه، صح؟ قام وبقى لعازر تاني مع مريم ومارثا. وبنت ييروس لما قامت لأبوها وأمها. وابن أرملة، ابن الأرملة ما قام لنفسه. لكن المسيح يوم ما قام عمل ايه؟ ها؟ كل اللي معاه وراه. عشان كده يقول لها في الوعد بتاع ساره انه يقوم فيصير ايه؟ من ممات، من ميت مثل نجوم السماء. قام كتير قوي، شعب سماوي وشعب ارضي، مثل نجوم السماء في الكسره وكرمنا للعز شاطئ البحر الذي لا يعد. يا سلام على بركة الإيمان يا إبراهيم، يا سلام على بركة الإيمان. قام المسيح وخد الكل معاه. من يدحرج لنا الحجر؟ ودحرج الحجر والكل قام، وقيامة جديدة للكل في جدة الحياة لأنه اجتاز الطريق قبلنا. ربنا يدينا أحباء حياة الإيمان. في إبراهيم نرى غربة ونرى أشواق للانفصال، أشواق للانعزال. ونفسي الموضوع ده ما ننساهوش، لأنه للأسف مع الوقت ولاد الله بيقبلوا حاجات اللي العالم عايش فيها. في إبراهيم نرى عظمة الامتحان وقدرة على النجاح في الامتحان. قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب. رب أحبائي النهاردة بيشجعنا أنه يستطيع أن يتمجد معنا في حياة إيمان حقيقية نكرمه فيها. يذكر في السكة كده سارة، وسارة اتحطت في السكة كده في الآخر عشان إيه؟ عشان تفكرنا إزاي إبراهيم نجح، لكن برضو عشان تفكرنا بحاجة مهمة قوي، ودي هختم بيها. الحاجة المهمة دي لو كنت بعيد عن الناس دي، انا خلاص هختم لو طولت فاسمعوني الدقيقه دي،
لو كنت بعيد عن الناس دي مش قادر تعيش حياة الإيمان العظيمة دي. حالك زي حال سارة بصراحة. ليه؟ لأنها عايشة مع مين؟ عايشة مع إبراهيم. شافت إبراهيم وجايز مرة من المرات قالت له إبراهيم ما بدل الخيمة والبهدلة والحر. انتوا عارفين يعني ايه خيمة؟ واحد يعيش في خيمة في الصحراء وعنده فلوس قد كده متلتلة، يا اخي بطل بخل وابني لنا بيت، ها؟ يعني ملهاش لازمة، يعني ما انت على قلبك قد كده. شايف إبراهيم بيعمل كده، وشايف إبراهيم بيخرج وبيعيش غربة وبيعمل وبيعمل، وهي ما كانتش قادرة. عشان كده لما جه الله وقال له نحو زمان الحياة يكون لك ويكون لسارة ابن، عملت ايه؟ يا خسارة، ضحكت. ضحكت يعني مش ما عندهاش ايمان، ده عندها ايه؟ هسيبكم انتوا تقولوها بقى عشان ما نغلطش في سارة. ده انت عايشة مع ابراهيم. عايز اقول لك اذا كنت شايف انك انت بعيد عن حياة الايمان رغم انه معلن ليك الايمان وعايش مع ناس في الإيمان وشايف في الكنيسة أبطال للإيمان، ما تيأسش. لو ضحكت زي ما سارة ضحكت ما تيأسش. لو ما صدقتش اللي بيعمله إبراهيم ما تيأسش. ليه؟ لأن الله هيوصلك للإيمان، هيوصلك لأنه جاي لك وهيعلمك هيعلمك وهيفهمك هيفهمك. عشان كده سارة ما كانش ينفع تبقى، بحسب اللي أنا حكيته دلوقتي اللي اتقال في العهد القديم، ما كانش ينفع تبقى إيه؟ تتحط هنا. تتحط هنا إيه؟ لما هي ضحكت تقوم ترسي إن هي ورحاب الاثنين بس، المرأتين الوحيديتين اللي تذكروا في عبرانيين 11. ليه؟ لأن الله ما خلصش الكلام. هي الحكاية خلصت في التكوين؟ ما خلصتش. بعد ما ضحكت الله قالها أكيد، أنا متأكد تماماً، وتحول هذا الضحك والاستهزاء والسخرية إلى يقين الإيمان وإلى ثقة. والكلام ده حصل في سنة، ماشي في سنة، بس الله يتمجد. عشان كده جه الوحي بعد كده في عبرانيين 11 بيقول سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل بعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد، هي عمرها حسبته صادقا بحسب ما نعرف. دي ضحكت، لا بس الله إيه؟ كملها. الله خلص الموضوع، الله خلاها تصدق وخلاها تآمن، والله وصل لها وتغير القلب وتغير الشك وتغير عدم اليقين وتحول لإيمان وثقة. حسبت الذي وعد صادقا، وعد عليها فترة. الفترة اللي بعد كده يجي إبليس يقول لها يا ستي ده انت 90 وهو 100، ما يهمش، ما خلاص أنا صدقت. هو صادق، صادق، نعم صادق في كل ما يقول، صادق رغم المستحيل، صادق رغم انه ما يتصدقش، صادق رغم انه مش منطقي، صادق رغم ان انا كنت قبل كده مش مصدق انه صادق، هو دلوقتي صادق. إذ حسبت الذي وعد صادقا. امين. لذلك جاءت البركه. ولد ايضا واحد من ممات مثل النجوم السماء في الكسره، كرم لله اللي على الارض. احبائي دعونا نطلب من إلهنا أنه يعيد تشكيل إيماننا الضعيف. قول لنا أنا جايز مش عارف أبقى زي إبراهيم، لكن بسمع عن إبراهيم وعايش مع إبراهيم وبشوف إبراهيم وكثيرين إبراهيم. يعني سيبك من خيبتنا، خيبتي يعني، لكن في كتير إبراهيم، في 7000 ركبة إبراهيم. حتى وإن كان يبدو أنه في هذه الأيام تفطر محبة الإيه، لكن في ايه؟ مش تفطر محبة الكل ولا الكثيرين. ما تقولش لنفسك ما احنا في الايام الاخيرة خلاص تفطر محبة الكل. لا يا حبيبي، في قليلين وفي مقدسين وفي مكرسين وفي مخصصين وفي واثقين وفي مصدقين. لا، في قليلين بس في ايه؟ بس في. قل له دعني انضم من الكثيرين الى القليلين. حول ايماني كما حولت ايمان سارة، رجع لي الثقه والصدق واعلان الصدق فيك الان يا رب، اديني الايمان مره اخرى فقط. ورب ادينا نعمه احبائي لنحيا حياه الايمان، ايمان الانفصال، ايمان الغربه، ايمان النجاح في الامتحان. امين. قولوا من الاول عالي عشان ما اعرفش اقول لكم امين تاني. امين. يلا هنحني رؤوسنا في الصلاة.
خلينا نسكب قدامنا قلوبنا قدام الرب. آمين يا رب. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك إله عظيم. يجب أن لكن إيماننا به إيمان عظيم. رنمنا له أنت إله عظيم، ما ينفعش يبقى هو عظيم وإحنا إيماننا ضعيف، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. أعني يا رب ضعف إيماننا، حول الإيمان الضعيف إلى إيمان قوي، حول الضحك وعدم الإيمان إلى إيمان يا رب النهاردة في هذه الليلة. يا رب ادي عيوننا تشوف يا رب الأساسات، ادي عيوننا تشوف إله المجد الذي يظهر. ادينا يا رب نحتمل ونقبل الخيمة والمسبح يا رب. يا رب ادينا الإيمان يا رب، نفتقد في هذه الأيام الأخيرة، لكن نعرف أنك موجود لتعطي لحياتنا إيمانا حقيقيا. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك. فرصة للصلاة وللترنيم، وترنيمة خاصة من الأحباء المرنمين. خلونا نصلي بكل أمانة، ممكن ما نطولش، بس نكون كلنا محصورين في الروح أمام الله. شوف الله كلمك في إيه النهاردة، شوف إيه الرقعة اللي محتاجة تتخيط في إيمانك وفي قلبك. فرح الرب النهاردة بأنك تخرج وأنت تثق فيه، لا يمكن أن يرضى، وأنت لا يمكن أن تحيا سعيدا دون أن تؤمن في إله عظيم. هتحيا مهزوم ومغلوب لو أنت عايش بالعيان، صدقني ده مش ليك بس، ده مش لي بس، ده ليك انت كمان. هاليلويا. شكرا لك. هتعزياتك
في